الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السؤال: ما حكم التكبير الجماعي بصوت واحد يوم العيد وأيام التشريق؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتكبير الجماعي والاجتماع عليه بصوت واحد لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يقضي بمشروعيته، بل كل ذكر لا يشرع الاجتماع عليه بصوت واحد سواء كان تهليلا أو تسبيحا أو تحميدا أو تلبية أو دعاء، شرع رفع الصوت فيه أم لم يشرع؟ فكان الذكر المنفرد هو المشروع برفع الصوت أو بخفضه ولا تعلق له بالغير. وقد نقل في حجة الوداع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي. والأصل في العبادات التوقيف، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والمعلوم في الاجتماع على صوت واحد أنه من عبادة النصارى في قراءتهم الإنجيل جماعة في كنائسهم، ولا يعلم ذلك في شرعنا. أما الآثار الثابتة عن بعض السلف كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام التشريق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. فإن المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوت واحد كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يكبرون بتكبيره. لذلك ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستنان بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وصحابته المرضيين السالكين هديه والمتبعين طريقته في الأذكار والأدعية وغيرهما. والشر كل الشر في مخالفته والابتداع في أمره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم.